وفي الجوف تستمر المواجهات أسفل جبل اللود قرب مدينة الحزمة. وذكر مراسلنا أن أكثر من 15 من مرتزقة العدوان قتلوا في المواجهات التي تدور قرب معسكر اللبنات، إضافة إلى إعطاب 7 آليات عسكرية للمرتزقة. وأضاف المراسل أن الجيش واللجان الشعبية انسحبوا تكتيكيا من الجهة الغربية لمعسكر اللبنات. وفي مأرب أفاد مراسل